بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحفظ الله لنا مصر الحبيبة. سنتناول اليوم كيفية الحصول على صور عالية الدقة والغرض منها. هذه الصور تعتمد في الأساس على برنامج جوجل إيرث، ويتم الحصول عليها عن طريق برنامج جوجل إيرث نفسه، ثم القيام بتصحيحها في بيئة برامج أخرى، أو الحصول عليها مصححة ببرامج أخرى، أو استيراد هذه الصور في بيئة برنامج أركيماب، وهذا هو الأيسر والأسهل. سنبدأ البرنامج الأول وهو برنامج ستيتش ماب، ويتم الحصول عليه عن طريق هذا الرابط. وبعد الحصول عليه يتم فتح البرنامج، ويفتح معه تلقائيا برنامج جوجل إيرث. ننتظر حتى تفتح نافذة جوجل إيرث في نافذة برنامج ستيتش ماب. هكذا. ثم يتم عمل زوم على المنطقة المراد التقاط صور لها، ولتكن جامعة المنيا. بهذا الشكل يمكنك أخذ صور للمدينة كاملة أو لمحافظة أو كما تريد، وذلك عن طريق زيادة عدد الرو والكولم، عدد الصفوف. سنتابع سويا ذلك. يتم بعد ذلك الضغط على Setting لتحديد مكان الحفظ، ثم نختار من منطقة العرض هنا Large، ثم البكسل فورمات 24، ثم سيف كاليبريشن اوتوماتيكلي، حفظ الاحداثيات اوتوماتيكيا، ويتم اختيار جلوبال مابر او ويرلت فايل اللي هو سيستم الاحداثيات بتاعتك اللي هتفتح بها البرنامج، ثم بعد ذلك اكسبت، ثم نضغط على ماب. ثم يتم تحديد الرو والكولم. هنا لابد أن نفهم أنه كلما زاد عدد الرو والكولم كلما زادت دقة المراية، دقة الصورة، وكلما قل عدد الرو والكولم تظهر كما في الشكل أمامك. سنشاهد ذلك سويا. نلاحظ أنه كلما زاد عدد الرو والقلم والكولم كلما زاد دقة المرئية اللي هو الزوم بتاعها. ثم نضغط على Image، ثم نحدد اسم الصورة
وليكن University underscore مانيا مثلا، ثم امتداد الفورمات بتاع الصورة جي بي جي، ثم البكسل فورمات 24، فبيديني هنا ان الصورة الناتجة هيكون السايز بتاعها 270 ميجا بايت، ثم بقول له احفظ الاحداثيات اوتوماتيك، ثم بحدد له احداثيات جلوبال، وبعدين بقول له اسكان، فبيبدأ ياخد اسكان للشاشة زي بعدد الرو 6 والكولم 6، 6 في 6 يبقى 36 مرة، هيعمل سكان 36 مرة. طبعا أنا مش هنتظره وهقفل البرنامج، وهروح بعد ذلك افتح الصوره الناتجه عندي ببرنامج جلوبال مابر هكذا. مين يونيفرسيتي، مش هفتح الصوره نفسها، هفتح ملف حفظ الاحداثيات اللي هو دوت مين يونيفرسيتي. نلاحظ ان هو هيديني الصوره مين يونيفرسيتي جي بي جي ومين يونيفرسيتي جلوبال مابر ويند اللي هو امتداد برنامج جلوبال مابر. قول له اوكي، بيفتح لي الصوره بالشكل دوت. فبصدرها لامتداد اخر، بقول له فايل اكسبورت سبورت راستر ايمج فورمات، ممكن اصدرها بامتداد ارتاس ايماجين او بامتداد جيوتيف للعمل عليها ببرنامج اركيمان. اوكي، اختار 24 بايت ار جي بي فول كلر، اقول لود الداتا، وبعدين بقول له اوكي، بسميها University TIFF Rectified، وبعدين أروح أفتحها في برنامج ArcMap University TIFF Rectified. من الـ Layers أتأكد من وجود الإحداثيات صحيحة، من الـ Display Buyer Degree Minutes Second Apply OK. نلاحظ ان الاحداثيات 328 هو الاحداثيات المراد الصحيحه. نقبل اي، وتقدر حضرتك ترسم عليها بالشكل اللي انت عايزه، وليكن دوت هكذا. هنبدأ ناخد البرنامج الثاني وهو برنامج جلوبال مابر وكيفية الحصول على صور عالية الدقة من برنامج جلوبال مابر. بفتح برنامج جلوبال مابر وبقول له Special On Demand اللي معاه إصدار آخر غير إصدار 15 يبقى من فايل
وداونلود اونلاين ايمجر. طبعا في كل البرامج لازم تكون متصل بالانترنت. بختار من هنا وورلد ايمجري، وبعدين بقول له انتاير داتا سورس باوند، بقول له كونكت، فبيجيب لي الكره الارضيه كلها، فبزوم على المنطقه اللي انا عايز التقط ليها الصوره. اي منطقه ليكن مدينة المنيا. تقدر تبدأ ترسم على طول وشاشة البرنامج قدامك من على الصور دي من غير ما تحفظ أو تستورد الصورة أو تصدرها أو إلى آخره. طيب وليكن أنا عايز أخد منطقة صغيرة أستقطعها، يعني بمعنى أصح أعملها سبست على أساس إن الصورة دي تكون موجودة عندي بدون ما أكون متصل بالإنترنت. فبعمل الديجيتايزنج بتاعي اهوت، تقدر تقطع محافظة كاملة أو منطقة المراد ليك، منطقة الدراسة. لو أنت عندك شيف فايل جاهز بتفتحه هنا وتستخدمه، بس أنا هعمل لك الطريقة الأسهل إنك إزاي تقص منطقة بالديجيتايزر. أبدأ أخذ أيكون ديجيتايزر، وبعدين وليكن كليك يمين كرييت اريا بولوجون فيتشرز، بقول له اريا، وبعدين باخد المنطقة دي هي مثلا يعني، وبعدين كليك يمين، وبعدين بسميها منيا، وبعدين بقول له ان الفيتشر تحت فايل انون تالي، وبعدين بقول له اوكي، وبعدين بقول له فايل اكسبورت اكسبورت فيكتور فورمات شيف فايل، وبقول له اكسبورت اريا، بقول له تحفظها فين، فبقول له منيا 2013، وبعدين بقول له سيف، وبعدين بقول له اوكي. بعد ذلك بحدد المنطقة من خلال الضغط على أيقونة Overlay Control Center، وبعدين بحدد الفيتشر بتاع اللي هو الشيف فايل، كليك يمين عليه وبقول له Select All Feature،
بالشكل دوت، وبعدين بقول له كلوز، افتحه تاني يعني شيف فايل بالشكل دوت، وبعدين بقول له كليكين سيلكت اون فيتشر، وبعدين بقول له فايل اكسبورت راستر ايمج فورمات، بختار الامتداد بتاعي سواء كان جيوتيف او اداس ايماجين، وبعدين بقول له اوكي. فبيبدا يقول لي الفايل تايب، بقول 24 بت بايت ار جي بي، بعدين فايلنج، وبعدين اكسبورت باوندز الحدود، فبقول له هتقطع لي الجزء اللي انا حددته لك بالشيف فايل دوت، وبعدين بقول له اوكي. بيقول لي هتحفظها فين؟ فبقول له هنا مينيا ايمج، فبيبدأ يقطع الجزء اللي انا حددته له. طبعا انت بتنتظر على حسب قوة اتصالك بالانترنت وامكانيات جهازك وسرعته، فانت لو والمساحة اللي انت هتقطعها، يعني لما تقطع جزء زي ده غير لما تقطع مدينة، غير لما تقطع محافظة، غير لما تقطع جزء اكبر. طبعا انا مش هنتظر لده كله، وهبدأ في انهاء العملية وهشوف النتيجة مع بعض. هفتح صورة عندي اهي بالشكل ده، ومصححة عندي. تمام. يمكن الحصول على مرئيات اخرى عن طريق جلوبال مابر، من عن طريق فايل داونلود اونلاين ايمجري، في عندي بينج ماب هايبر، في عندي لاندسات 7 و4 و2، لو انا قلت له كونكت هكذا. تقدر سيادتك تختار أي نوع أنت عايزه من الصور أو المرئيات، وتبدأ تستقطبه عندك وتحفظه في جهازك. ده كان برنامج جلوبال مابر، وأخدنا قبليه برنامج ستيتش ماب. هناخد البرنامج الآخر اللي هو أرك جي اس. هكذا في عندي طريقتين. الطريقة الأولى من خلال البرنامج نفسه، من خلال فايل add data from resource center، فبيفتح لي موقع انترنت بختار منه imagery، باخد open، وبعدين بقول له open with داخل برنامج الارك، وبعدين بقول له اوكي. فبيبدا يفتح لي الارض كلها داخل شاشه البرنامج بالشكل دوت. بزوم على المنطقة المراد الرسم ليها، وده طبعا لازم يكون متصل بالانترنت، وده في أي وقت تقدر توصل له، يعني ده في أي وقت تقدر توصل له.
مش لازم تحفظ على جهازك الصورة يعني، وليكن مثلا أنا هعمل هنا هو وتبدأ تفتح الشيف فايل بتاعك أو الجيو داتابيز بتاعتك وتبدأ تعمل ستارت إيديتنج وترسم على طول جهاز ترسم وهكذا. طيب في نماذج أخرى تقدر تستوردها غير الموديلات غير الصور عالية الدقة، تقدر تستورد هنا خرائط ريليف وخرائط الشوارع وخرائط التضاريس هكذا بالشكل ده. تضغط اوبن يقول لك اوبن ويز، فيفتح في شاشة البرنامج نوع آخر وهي خرائط الشوارع. طبقة الشوارع تقدر تستوردها تعمل لها import في داخل برنامج ArcGIS. بالشكل ده وهكذا. الطريقة الثانية في أداة اسمها Arc Profile، تقدر تنزلها عن طريق عنوان الويب سايت دوت. نزلها من هنا وبعدين يبدأ التسطيب من هنا، فتنزل تلقائي من خلال View Arc Draw. تنزل في الشكل دوت، تبدأ بعد كده تقول له بينج، تقول له أنا عايز اريا
صور جوية، فيبدأ ينزل لك الأرض كلها في شاشة البرنامج بالشكل ده. وتبدأ تنزل الطبقات بتاعتك. وتبدأ ترسم الرسم بتاعك بهذا الشكل. وتحفظ. وكل ما تيجي تعمل عملية امبورت للصورة بتاعتك وتنزل طبقتك وترسم تاني خالص من غير ما تستقطع الصور بتاعتك. لكن يبقى الأمر المهم جدا في الموضوع ده، هناك بعض الإخوة الزملاء والأحباء بيعتقدوا أن هذه الصور عالية الدقة تستطيع أن تجري عليها أي تحليلات زي مرئيات اللاندسات وخلافه. هذه الصور تستطيع أن تشتق منها المساحات والأبعاد والمسافات والشوارع والرسومات الهندسية وخلافه، يعني باختصار urban planning تخطيط، لكن ما تقدرش تعمل عليها classification أو أي عملية أخرى من عمليات بنستخدمها في برنامج إرداس إيماجين وخلافه، لأن الصور دي هي فقط 3 بند يعني مخصصة للرسومات الهندسية والتخطيط الحضري وخلافه. ده كان كيفية الحصول على صور عالية الدقة بغرض الرسم واشتقاق المساحات والأبعاد والمسافات والرسومات الهندسية وخلافه ببرامج ستيتش ماب وجلوبال مابر وارك جاي اس. وهناك برامج أخرى كثيرة تستطيع أن تستورد بها هذه الصور وتحصل عليها، تطبق عليها رسومات، ولكن كما قلت لا، هذه الصور لا تصلح لغرض التحليلات المتقدمة. شكرا لكم كثيرا، وأتمنى أكون أفدتكم بشيء ولو بسيط. محمد ناصف، جامعة المنيا.